اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. لا طبعا ما سبب ليش موعد في يوم ما اشكال بحياتي وضربني بوري. لا طبعا مثلا ما ارجع واقول غير واحد يلتزم بالموعد، اهم شيء يعني يحكي يوم موعد. اهم شيء انت بدائره لو بكليه؟ لا كليه كليه كليه. التزامك بالموعد بالامتحانات؟ بالامتحانات او بالمحاضرات. نعم لازم ضروري، لازم التزام ضروري. ما حسيتي انه تاثير الموعد انه تاخرتي عن الموعد مقصرة عن المحاضرات؟ مش مشكله. لا يعني حسيت نفسي مقصره. تحسين نفسك مقصرة؟ فالمفروض شو توصين اللي اوصي يعني اهم شيء يعني الطلاب يلتزمون بالمحاضرات وبالوقت مالتها الوقت المحدد كله، هذا اهم شيء ان شاء الله. عمو انت موعدك مع الدراسه شلون؟ موعد زين ضبط. ها؟ ضبط الموعد. مضبوط الموعد؟ وما ما تخل في الموعد بالايام الدراسه؟ لا. واستعمالك للموبايل؟ لا ما احب الموبايل. توصين زميلاتك بتكبير وصرف كارتات؟ لا احنا ما نصرف كارتات، ما نحاول عن هواي، بس بالليل بس نص بالليل ويا صديقاتك. اهلك يدرون انت تخابرين منو؟ عادي عادي. شكرا جزيلا. احبابي الاعزاء، نتواصل بتقديم فقرات برنامجنا رمضان والناس وحديثنا عن الموعد، تفضلوا ويانا.